كورونا باق حتى نهاية العام على أقل تقدير. بهذه الكلمات خطت منظمة الصحة العالمية مستقبل الأرض القريب، متفائلة هي المنظمة الأممية الأشهر حاليا لكن بحذر، مع وصول عدد الإصابات إلى نحو 115 مليون حالة، توفي منهم أكثر من 2,500,000 شخص، بينما يقترب عدد المتعافين من 91 مليون. سيكون من السابق لأوانه ومن غير الواقعي التفكير في أننا سننتهي من هذا الفيروس بحلول نهاية العام، لكنني أعتقد أن ما يمكننا الانتهاء منه إذا كنا أذكياء هو نسبة الوفيات والمأساة المصاحبة لهذا الوباء. التفاؤل الحذر للمنظمة الأممية تدعمه الأرقام، ارتفاع أسبوعي مفاجئ في الإصابات بنسبة 7% بعد سلسلة إيجابية من الانخفاضات استمرت 8 أسابيع، في حين تواصل أرقام الوفيات اليومية منحاها التراجعي لتصل إلى 9,000 في آخر إحصائية مقارنة مع 14 حالة قبل شهر. المنطق في اختلاف قراءة أعداد الإصابات بين الدول يتمثل في سرعة برامج التطعيم بلقاحات كورونا. 244 مليون شخص حول العالم تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس. تختلف النسب مع اختلاف طبقة المتلقين. دول غنية تتنافس بينها في اختيار الأجدر للتطعيم، ودول فقيرة تنتظر دورها للخروج من الأزمة. اللقاحات تلعب أيضا الدور الأهم في سياسات التعامل مع الفيروس، ففي بريطانيا مثلا التي لقحت ما يقارب ثلث سكان البلاد، تستعد الحكومة للتخفيف من الإغلاق العام المستمر منذ نهاية العام الماضي، وفي ذلك مؤشر إيجابي للدولة الأكثر تضررا أوروبيا. إلى القارة السمراء، حيث أعلنت جنوب إفريقيا أنها ستنتقل من درجة التأهب الثالثة إلى الأولى، وذلك بعد تراجع هائل في أعداد الإصابات اليومية، لتقرر الحكومة تخفيف بعض من القيود المفروضة خصوصا على حرية التنقل والأنشطة الاقتصادية.